منوريني في صباح الورد. وايه الحدوته بقى؟ احكوا لنا ايه القصه بتاعت رسم السعاده واختيار الاسم، وايه اللي خلاكم تفكروا في البابتس دي؟ احنا هنتكلم في تفاصيل كتير قوي. مين صاحب الفكره الاول؟ صعب الفكره يا استاذ محمد. احكي لنا بقى يا محمد، انت دارس ايه وبتشتغل ايه؟ اداب مسرح. اوكي. انا كنت شغال مع حد زمان، كنت في ثالثه اعدادي، في ثانيه اعدادي اسف. كنت في مسرح المدرسه، فالمخرج قال ان عندي مسرحيه كنا من محافظه اسيوط، قال لي عندي مسرحيه فقال عايز يجي يشارك، فحبيت اشارك. فلما رحت المسرح لقيت مخرج فقال لي لو تيجي تشتغل معايا في مسرح القاهره، مسرح العرايس. اوكي. فحبيت الفكره فقلت له خلاص ماشي اوكي. اشتغلت معاه، حبيت فكره العرايس جدا. طبعا والدي ما كان معترض في الاول عن الفكره ومرضيش يخليني اكمل في الموضوع، بس انا كنت حابب الفكره جدا. ليه ما كانش عايزك تكمل؟ هو كان شايفها ان هي حرام وان دي اصنام متحركه وان ما ينفعش. ده كان في الاول. طبعا اضطريت ان انا اسيب البيت، فسيبت البيت 4 سنين لحد لما الحمد لله ربنا كرمني وبدات اشتغل في حاجات كتير عشان اجمع فلوس عشان ابدا اشتغل او اعمل حاجه لنفسي ليا انا لوحدي. للدرجات دي عندك شغف بالفكره؟ حبيت الفكره جدا. لان طبعا انا مريت بسن الطفوله، فانا شفت الاطفال بيعملوا يعني بيكونوا فرحانين ازاي مع شو الماسكات، مع العرايس، مع المسرح اللي بيتقدم. كل ده وانت لسه كنت شغال في مسرح العرايس مع المخرج الـ4 سنين دول. اللي هو عندك الحلم انك تستقل وتعمل مشروعك الخاص بيك. ما كنت مكان كان مستقل ان انا اعمل مشروعي الخاص بيا، ولكن جه في وقت من الفتره من الفترات طبعا حصل دروب ما بيني ما بين الشخص ده، فاضطريت ان انا اسيب. فبعد كده ما كنتش عارف بقى، طبعا الحاجات كانت غاليه فما كنتش عارف اجيب الحاجه ازاي. بدات اصنع العروسه من الجريد، اصنع العروسه الاصبع اللي هي اللي انت بتحط صباعك وتتحرك العروسه. اتعلمت حاجات كتير جدا كده. فالحمد لله لحد لما ربنا كرمني فكره الاسم بتاع رسم السعاده. انا كان عندي حفله في كليه التربيه جامعه عين شمس. الشخص اللي بيقدمني فمش عارف يكتب ايه، يعني مش عارف يقدم هيقول ايه. فجه لما قدمني فقال محمد راتب راسم السعاده. فانا عجبتني يعني عجبني اللقب جدا. حلو قوي. اللي دارك دايما صانع السعاده، فراسم السعاده دي برضو جديده مختلفه. فالحمد لله فانا يعني عجبني اللقب جدا، فمن ساعتها انا بدات يعني بدات يكون اللقب عندي راسم السعاده. كونت بقى فريق وسميته فريق راسم السعاده. طبعا جت فتره ان انا لازم اخش الجيش، فدخلت الجيش. لما كونت الفرقه بقى كنت لسه بالجريد برضو واللي هي العرايس الاصبع الصغيره. اوكي. خلصت بقى من الجيش. في 2015 بدات بقى ساعتها ان انا اشتغل بقى كتير جدا واجمع فلوس علشان اجيب بقى العرايس الكبيره واجيب الخامات بتاعه العرايس الكبيره علشان اصنعها هي والماسكات والشخصيات الكرتونيه والعرايس العصا وعصا، لان في 31 نوع من انواع العرايس.